قلت لهم كل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ حريص ودبي بتعمل، هتفضحنا مين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها ميعاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلم نفسي ده كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي، مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي، هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكت. ولد شوكت ده في البيت، اسف، انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا السلام. بابا وهو عيونه تشبع نوم روح يا نور من عين حبيبي، روح يا نور. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام، انا بعشق النجات الصغيره. انت تعرفي ان النجات الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره، اخت سعاد حسني؟ اه طبعا عارفه. بجد؟ اه طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب، جايين نسرق حصلت عيل صغير، ده اكبر ورقه فيهم ب20. بلاش برطمه، اخلص معاك كام؟ 3334. ايه وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58732. حلو، معاها 62066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش هامشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك. انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده، علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد، لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم، احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حالا ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنة نفجرها. استنى بسرعة. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبلة فرقت وداخلة زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهاية سعيدة وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الأول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنة دي تخصني بقى. يا اخي يا بقى وانا ايه صوت الفرقعة دي؟ لوكو ايه؟ احنا مالناش دعوة ها؟ ولا كده عملنا حاجة؟ اقفل إيه الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا
ايه صوت الفرقعه دي؟ اه ايه ده؟ انتوا كمان صوت الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف وقف بيقع، تقريبا في حد لسه حاجه في الفرن. اه احنا شاملين ريحه غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط ممكن يكون انفجار في مصر الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاتة. انتوا احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبلة، كفرنا يا احلي اللي موت يا الله اكتر. شنو اللي هنا ادخل يا ابني انت اهو. يلا بالراحة يا عم الشبح. اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابني انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيب. ايه على عينك كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما، انا مش مرفوض ولا حاجه، انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح قلت اخش اشوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا ابني حرامي. لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليكوا فاشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فاشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع كارد يعني، وفي الاخر كنت هصدق اللي عليا البنك، ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ اه يا ماما محتاج. اه تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما استثبتش في البنك. لا انا ما استثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني، انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. أما انت بقى يا سي عمرو فخيبت أملي فيك، أنا عارف ظروفك كويس وعارف أبوك بيعاملك إزاي، لكن ما كنتش هتخيل إنك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني أنا؟ أنا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص. معلش علي صوتك علشان انا اتطرش، انا اتطرش ممكن نسيب. اوعى عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على يا حاجه. ايوه يا حاجه الله 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 يا حاجه. ايوه يا حاجه يا حاجه يا صالح يا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت يا وليه يا وليه. انت مش شايف يا عم يا وليه يا صالح يا صالح. بابا بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا يا بابا انجز افتح الخزنه البوليس زمانه جاي. يا نهار اسود البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي دريتها 15 سنه وسنه السجن بتسعه اشهر هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجه، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجه في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. نهار اسود يا نهار اسود. انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني هو ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل ومزاجي. تسهيل ايه البوليس فوق؟ الله القلب معاك ثانية بثانية. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. الله 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 الله
ده الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، بشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ ثلاث دقايق والفلوس دي تبقى في العربيه. كتير ثلاث دقايق. مين الكبير بتاعكوا هنا؟ انا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالي معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك ومحطش حاجه من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم الامور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل، وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجه كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. قدامي كله يثبت مكانه، محدش يتحرك، كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك دلوقتي، بس اخرج وسلم سلاحك احسن ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا، انت والناس اللي معاك اثبتوا، محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرملكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجه كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا، انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه، اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقطعهم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل، يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا في ايدنا ايه نعمله؟ معرفش، انا مش هسيبهم يتاذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكتر من كده. انا جات لي فكره، تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجه. اه احنا كنا بنلعب اكس او. اكس او ايه؟ اه والله. سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت اهو اطلع امنوا لي الباب. يلا يلا يا رايق. والنجم معايا دوب. ايه دول؟ طب هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي. حلال. ايوه يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاد يلا تروح فين؟ هتيجي معانا؟ تيجي معانا فين؟ احنا رايحين لقناطر. حلو ده. روشة تيجي معانا لقناطر؟ بقولك ايه يا عم الحاج، انا على اخري، محدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمنك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي، انت يا ابني انت وهو. يلا خد الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني يا ابني يا ابني واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده، بلاقي قله ادب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقول لك ايه يا اكسب اكسب اكسب. انت اكسب؟ متاكد؟ ايه لا ماسك، ايه الماسك؟ ايه
شوية. هلا صالح يا كذاب يا كذاب، ودع ماما بقى. عمليات عمليات، في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم، انتظار اوامر سيادتك. اضربه وانت زي الشح. ثانية يا ماما. صالح سيب اللي في ايدك. صالح تعالى شبك لي. ابوس ايدك ابوس ايدك. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقيت اطرش ومشلول. مفصل انت بتقول ايه بقى؟ انت محتاجني؟ مصلحك ولا عفا تغلق دماغ. ارمي كويس يا ماما؟ انا تمام يا حبيبي. عمرو امن على الفلوس. زيرو. لا لا زيرو الحمد لله مات احسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهائن وامنهم. ها وانا هحطها بره للبوليس واقول لهم اني استهترت الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا فندم هاتي ايدك. عايز مني ايه؟ اثبت يا صالح. تعمل ايه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. سامي؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معاها عصابه في البنك بقى. سيبه يا صالح بدل ما اذيها. تأذي مين؟ بقولك ايه؟ لو لمستها هقتلكم كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي. مفيش حاجة باقي عليها. ما تخافش يا صالح. سيبه وسيب الفلوس وأنا هسيبها لك. وأنا إيه اللي يضمن لي؟ زي ما أنت ما عندكش حاجة خايف عليها، أنا كان ما بقاش عندي حاجة خاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا. وهابي إند للجميع. محمد شنطة الفلوس دي بسرعة. حامد مش نوم بقى بابا كفاية نوم كده؟ براوة يا سامي بيه. براوة. وأنا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشلة. يلا يا روشة.
ايه ده؟ ايه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافة اللي انتوا امرتونا ان احنا ناخدهم، عاملين 62,000 جنيه بالظبط. لمهم لي بسرعة في شنطة. حالا. الفكة برضو تنفع في الركنة. ها؟ منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. اتم لا. امال ايه، يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه، يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلوندر والقرد اللي فوق اتسلى بيه. لا مش هينفع يا منير، مش هينفع. ياخدهم معايا، اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقولك ايه يا باشا، انت سيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه افجر المكان باللي فيه. كله يرجع ورا، كله يرجع ورا. قدامي قدامي ورا. أشرف خليك هنا أمن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضه جم ورانا؟ اه بس ما تقلقش أنا عامل حسابي. أوكي أوكي، ممكن تحجزي لي بده؟ أي غرفة أنام فيها؟ أنا تعبان. أنا أسفة قوي يا أستاذ مصري، بس الحقيقة ما عنديش ولا غرفة فاضية. What should I do؟ حضرتك تقدر تحجز في أي فندق تاني. هو حضرتك سعودي يا فندم؟ نو نو. كويتي؟ نو. بحريني سيادتك. لا لا أنا مصري. مصري؟ يا نهار أبيض يا فندم، مش تقولي من الأول، ده أنا عينيا ليك. من الأول خالص بقى، نبتدي من الأول. أوكي ثانك يو. غرفة 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 غرفة. مع الأسف ما عنديش ولا غرفة فاضية يا فندم. نو نو بليز بليز اي كان يعني اعمل اي حاجة، انا ممكن اعمل لك ياباني لو تحب. اوكي انا ياباني اصلا، لوك انا ياباني اهو، بس كنت براعي عيني شوية. هو انا عندي رويال سويت $2000 في الليلة، يعني 5.5. وات يا ابن الحرامية فندم؟ نو نو ام سوري، مش انت، انا قصد حرامي تاني. طيب اوكي احجزه ده، احجزه. Welcome, sir. Hi. Welcome. I want to rent a car, please. Are you a guest here? Yeah, suite 24. Sorry, هو حضرتك مصري؟ Yeah, أنا مصري. يبقى حضرتك لازم تمد لنا إيصال على بياض. Okay. Okay. فاكرك اجنبي يا راجل، شعرك اجنبي و كنت عايش بره بس. اتفضل. الحمد لله على السلامه يا فندم. طيب انا عايز عربيه 4x4. 4x4 اوكي اتفضل. دي شيفروليه كابتيفا 2010 فول اوبشن. طيب كمان انا عايز يكون فيها جي بي اس. جي بي اس؟ انت تقصد نافيجيتور. سوري نافيجيتور. نافيجيتور نافيجيتور. يا اوكي اوكي. يا 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 نافيجيتور عشان العنوان. يا اوكي اوكي.
الهرم الهرم. اوكي. The pyramid. The pyramid. The pyramids. ده الهرم؟ The pyramids. The pyramids. بس بقى بس بقى بس كفاية كذب كفاية كذب. فأنا أكتب إيه بقى هنا ها علشان أوصل؟ ماله يعني الكاسيت ماله؟ كاسيت؟ مش عارف وقت شوية وقت. أوه اشتغل اشتغل. ثانك يو ثانك يو. تمام كده؟ آه ثانك يو. عايز حاجة تاني؟ ثانك يو. يلا في رعاية الله. ثانك يو. كاسيت. لو سمحت انا كنت عايز بس اعرف اروح الهرم ازاي. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت هتمشي ستريت كده على طول. وات ستريت؟ يو مين ستريت. بعدين تلف اللوتيرن وترجع تاني. الف ايه؟ لوتيرن. يو تيرن يو تيرن. انت عليك مش فاهم انجليزي. سمحت انا عايز اركب حصان اجر حصان بس كده. من عينيا الاثنين يا ابن عمي. انا في الخدمه والكارت بتاعي اهو. اتفضل. ثانك يو. نوتة تقول الرهوان يا انا عبد الله بسرعه بكيف. حضرتك لبناني صح؟ نو 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 انا مصري. مصري؟ يا من مصر يا ام الدنيا. يا اهلا بابن عمي يا اهلا. ولا الرهوان الثاني ها الثاني. ثانكس. نوت التول نوت التول. ها ها ايه وقفت ليه؟ مو او يا سوري. يلا امشي يلا امشي. ايه امشي. ايه انت مش مصري ولا ايه؟ امشي. اشيلك انا؟ الو هو الحصان اللي معايا ده بيدور ازاي؟ باصص في الارض زي ما يكون في حاجه وقعت منه. انت ليه مديني موديل قديم قوي كده؟ الله هو الرهوان عملها معاك ولا ايه؟ رهوان ايه؟ ده عايز كرسي بعجل. او او وات ذا هيل. انا كمان بيتهيألي الراديتر اتخرب. اتخرب؟ طب قول له يلا يا زيكو على الاسطبل هيجري معاك على طول. لا قول له انت حصان معاك. سالو اصل بابا عايز يقول له حاجه. يلا يا زيكو على الاسطبل بسرعه يا زيكو. هي 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 ستوب 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 هي كم باك هي كم باك.
عليكم. وعليكم السلام. Where am I shoot? Oh no. الجهاز بتاعتي مش كانت مخرومة كده. طبعا مش لاقيها يا ابني. لا انتوا خدتوها جوه الجزمة؟ ربنا يعوض عليك. ايه ضاعت؟ لا ما ضاعتش ولا حاجة، بس اتسرقت. وات؟ اتسرقت؟ طيب انا امشي ازاي كده دلوقتي؟ خدوا الباب ده روح بيه. وباب؟ ايه مش عارفه؟ ما اتدربتش بيه وانت صغير؟ نو اوكي ثانك يو. طيب بكام الباب ده؟ لا 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 ده فري. ريلي؟ اه اوكي ثانك يو ثانك يو. او شيت ام سوري، ده صوته رهيب. اوكي ثانكس. ثانك يو ثانك يو. انا يا ابني ما تشوف المصايب دي بتعمل ايه على الصبح. موفي وات از يور ناشونال؟ انا مصري. مصري؟ ده بقى تبان الليله دي اهل مهلنا كده. هي واتس جوين اون؟ هي معاك تصريح تصور؟ تصريح؟ نو ما حدش قال لي. ما حدش قال لك؟ ما حدش قال لك كمان انك انت ماشي ماسك مدفع وفي زوم؟ واتس رونج؟ رونج ايه؟ لو مالك بتتكلم كده وعوج نفسك ولابس لي شورت وماسك لي ميه معدنيه، ايه علاقه الباب اللي انت لابسه ده؟ ده الواد اللي اتسلى عليه شويه النهارده، ركبوا على ميه. تيك ات ايزي مان. الله واتش ذا كاميرا تو. اخلص يا بارد يا قلق. اخلص يا بارد. قطع الباب. او شيت وات ذا هيل ار يو دوينج مان؟ بعدين ويت استنى انت، هو دو يو ثينك يو ار؟ قوم بكلمك. ها شيت سيلي يا ابني، انا محتاج اي اثبات شخصيه ليك او تكون عارف اي حد معاه الطاقه يجي يضمنك. ارفص هنا. يعني ايه ارفص؟ بطل استعباط بقى. اي سوير انا مش فاهم. ارفصه يا صارع لما اروح افطر واجيله. تعال اما ارفصه. اوكي هلو هاي. ممكن اكلم راضي؟ لا انا كلاينت. اوكي هاي راضي. هاو ار يو؟ انا مصري اللي انت جبتني من عند المطار. اسمعني بس، انت اسمعني لو سمحت لو سمحت. هو انا اصلي الموقف ده اسمه ايه؟ ده اللي انا فيه هنا كده. قول لهم انك معكوش في القسم. اوكي معكوش ايه؟ طيب وانا ادورك وامشي يا ابني. قول لهم انك ممسوك في اسم قصر النيل وعاوز حد يضمنك. اوكي راضي، انا ممسوك هنا في اسم القصر بتاع النيل ده وعايز حد يضمنك، حد يضمن عليا عشان امشي لو سمحت. اوكي ثانك يو ثانك يو. انبسطت يا عم وردوا عليك؟ افطر بقى. اوكي خد لك شويه. نو ثانك يو، انا اكل هنا خلاص. ماشي. يو نو وات، اي لايك القرفصه. اتس فيري هيلثي. يا رب راضي يجي، بس يا رب راضي يجي. تمام يا فندم. يا صاحبي لسه انا يا ابني انت؟ يا الواد ده حد جه يضمنه ولا لا؟ في حد جه دلوقتي يا فندم. اول ما يخلص اليغمه اللي هو عايش فيها دي تاخده على طول تفسحه. امرك يا باشا. نو ثانك يو، انا مش عايز اتفسح، انا عايز اخرج وخلاص. ثانك يو. معلش يا حبيبي، هنا الخروج الاول لازم تتفسح فسحه حلوه كده. فسحه اصاوي تعم فسحك. انا مش عايز اتفسح انا. هاو ار يو جايز؟ هاي. اوه هي وات ديد اي دو؟ Oh shit, my head! Whatever happened to you, right? بصراحة مش فاكره. مش قلت لك مصر دي كلها أوضة وصالة؟ نو بليز. ما تخلص يا عم أنت، هتضمنه ولا لأ؟ أنا كان معايا فلوس مخبيهم في الأندر وير. كده مش هفتكر غير نصك التحتاني. هما محتاجين ده نصك الفوقاني. طيب إيه دي فلوس بتاعت نص الفوقاني؟ هات بس عشان أفتكرك كلك. أوكي بس يا ريت بقى بعد كده مش هلاقيك وتفتكرني من ظهري. ها؟ مين؟ استاذ مصري. ثانك يو. اتغيرت قوي عن امبارح. طب خلاص يا اخويا، انت اهو خد امسك حاجتك وانت خد بطاقتك. احمد ربنا ان احنا عرفنا نجيبها لك من علي اللي جوه دي. الكاميرا بتاعتك سليمه بس مسحنا الصور اللي عليها. وات؟
How could you do that? نعم يا حبيبي. انت ازاي تعمل كده بالصورة بتاعتي انا؟ انا مواطن مصري وعندي حقوق مصرية. وانا ضابط مصري والقانون ده بيديني الحق اني لما اشك في واحد اقبض عليه واتحرى عنه واتخذ اللازم معاه، ولو طلع مجرم هنفخه. اوكي، هو انا طلعت مش مجرم واتنفخت. تقدر تقولي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ هتفسيني؟ اوكي، اتفضل فسي. هتفسي؟ حاضر يا مدام. لا 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 لا، اوكي اوكي خلاص انا هفسي لوحدي. يلا يا راضي، يلا يا راضي، يلا يا راضي. شكلين يا باشا، اتكل على الله. انا هبعت اجيب الامريكان باسبور بتاعي وهوريكوا كلكم. اوكي، وانت اول واحد انا هوريك. انا؟ ايوه انت. انا لسه مطلعك من الاسم. ايوه بس بعد ايه بقى؟ بعد ما استبز مستب مس بعد ما است ما استبزتني. اوكي، انت مستبز على فكره. انت المفروض يسموك مش راضي، يسموك واطي. واطي؟ ايوه واطي. ايه 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 راضي، مش هتناديني غير بحضرتك يا استاذ راضي. قلت ايه؟ وات حضرتك؟ امشي امشي امشي، مش انا. جو 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 جو. حضرتك لسه بدري على الفندق يا استاذ راضي؟ ابلع ريقك شويه. ها اوكي يا راضي. اوكي راضي يا استاذ راضي. ما ترددش يا مجدي. مراتك هتعمل عملية يا مجدي كمان يومين، هتسيبها تموت. يلا يلا. حلوة الصورة. أنا قلت لك إشي عن حالي. ما قلت لي شيء. يعني كنت عايش في دبي أنا ومراتي وبنشتغل هناك. حياة كانت لطيفة، فيها فلوس وفسح وسهر، بس زي ما تقولي كده ما قدرتش على الغربة. رجعت وهي فضلت. مرتك معها حق على فكرة، أنا لو كنت بمكانها بعمل نفس الشيء. الله، اوعي تحركي، خليكي زي ما انت. Can't you see that you're leaving?
ايه اللي بيضحكك؟ مش عم تصورني؟ وده يضحك؟ انا بدي صورك هالمرة. بدك تصور الناس ما بدك حدا يشوفك؟ هات. سوري. عشو عشان مسكت ايدي؟ ايه صفوات؟ ايه بالبيت. انا بالبيت. ايه لا لكان وين بدي يكون؟ صداع. اسفة والله وقصدي بعرف 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 كل بلف ضحكتك. الله ده انا بشتمك. تتهبلت ولا جننت انت؟ مش عارف. منك لله يا بعيدة سديتي نفسي. انت بتراقبني ولا ايه؟ لا انا حضرتك انا كنت في المسرح جوه هنا ومع حضرتك يعني لما انا كنت عايز اقابل حضرتك واسالك على حاجه وكده فقالوا لي ان حضرتك هنا فانا كنت عايز اسالك يعني ايه راي حضرتك في اللي بيحصل في البلد دلوقتي يعني؟ انت صحفي؟ لا حضرتك انا مش صحفي انا سواق على باب الله. وشهادتك ايه؟ انا معايا بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره وبتشتغل سواق؟ ما هو ده سؤالك. دي الرأسمالية الفجة اللي احنا عايشينها والفساد اللي احنا فيه. حضرتك بتقول الرأسمالية وناس تانية تقول الاشتراكية واحنا جربنا الاتنين ومفيش فايدة. واضح ان العيب فينا احنا يا باشا. انت متأكد انك سواق؟ سعادتك ما هو ده بقى اللي انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيه برضو. اكيد حضرتك عندك معارفك وعلاقاتك وكده لو تقدر تزقني على اي شغلانه الواحد ياكل منها لقمه كويسه واخد بال حضرتك لان انا زي ما بقول لحضرتك معايا تجاره يعني وكده او اشتغل مع حضرتك اي حاجه بقى ساعتها يعني ان شاء الله اكون سواق برضو. طيب خد عد عليها في الجورنال وابقى هشوف لك حاجه. بنقول لهم ايه يا باشا؟ انا هسيب خبر في الاستلامات. ليلتك سعيده يا باشا. بتقرا كتاب معين حضرتك؟ في كتاب بتاع واحد اسمه جلال محمود. عندي ليه كذا كتاب. عايز انهم؟ عايز اللي هو استغفر عظيم يا رب يعني بيغضب في ربنا. ده انت مش جاي تقرا له بقى ده انت جاي تحاكمه. مفيش حاجه يا عم زي كده. ليه هو انت قريت الكتاب ده ولا ايه؟ انا مفيش كتاب على الفرشه دي ما قريتوش. طب هو فعلا كافر وبيشجع جواز الشذوذ؟ الراجل ده بيكتب قصص وحكايات وقصص ياما فيها اشكال والوان. طب هات الكتاب يا باشا. اتفضل يا بيه. شكري. خلي يا بيه. شكرا. ألف سلامة. الدولة الأموية والعباسية والعثمانية ألم يحكم الإسلام العالم في ذلك الزمن؟ بل كانت كلها أنظمة ديكتاتورية فاشية. يا شيخ بلا وجع دماغ أنت مش سامع؟
ده كتاباته كسبت يجي مليون جايزه بره عشان راجل فاسد. مش شايف امريكا منططاه ازاي في الفضائيات؟ العميل بتاعهم بقى والعياذ بالله. هؤلاء الاجانب يتبعون تعاليم الاسلام اكثر من المسلمين. ما هو ده الكلام اللي بيضحكوا بيه على عقولكم. فرمته. طب الاول اقرا كتبه وافهم وجهه نظره. طالما نستمع لامثال هؤلاء الشيوخ وتفسيراتهم العقيمه للدين فلن نتقدم خطوه واحده للامام. يا جماعه انا سمعت ان هو عامل كتاب بيشكك فيه في كلام ربنا وبيقولوا عليه ان هو مرتد. مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ انا كنت لسه في البيت قالوا لي انه هنا. هو انا يعني لو كان موجود كنت هنكر ليه؟ لو حضرتك عايز تسيب له اي حاجه رساله او اي حاجه قولي له اللي عدى عليا النهارده بالليل لو ما جاش ورحمه ابويا معايا احسن. طيب ايوه حبيبتي. لا ده شويه شغل كده. لا هو في ايه؟ ده اصله اخو استاذ جلال. الاستاذ مجدي عايز يقابل حضرتك. خليه اتفضل. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ انا مجدي صبري اللي كنت قابلت سعادتك عند المسرح لما قلت لحضرتك ان انا بدور على شغل وكده وحضرتك قلت عليا على المكتب. انا فاكر. اهلا يا مجدي. اتفضل. ايوه حسين. لا 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 ده انت حار سياسي ده. الراجل ده بالقوانين بتاعته هيقضي على الحريات تماما. لا لا يا حسين غير صحيح. اوعى تفتكر ان الانسان العادي ما بيحسش بالقهر. طيب خلينا نتكلم بعدين يا حسين. سلام. اقعد يا مجدي. ايه رايك يا مجدي في اللي بيحصل ده؟ باشا لا مؤاخذه انا بصراحه ماليش في السياسه خالص. مش مهم. لكن يرضيك ان الحكومه تبقى القاضي والعسكري ووكيل النيابه؟ طيب ايه رايك في الحكومه بتاعتنا؟ لا دي بقى معروفه يا باشا وسهله يعني. الحكومه هي الكل في الكل. طب اذا كانت الحكومه هي الكل في الكل مين يحاسبها؟ لان رب اسمه الكريم بقى يا باشا. يا ابني مشاكلنا احنا نحلها بنفسنا مش نستنى لما ربنا يحلها لنا. ليه يا باشا؟ هو ربنا وحش؟ بس ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مش نام يا عبد وانا احلها لك. اسمع يا مجدي انا هديك رساله للاستاذ منير مدير شؤون العاملين. هو كان هنا من اسبوع وسمعته بيقول ان محتاجين ناس. باشا متشكر طبعا بس هي لو ما فيهاش سؤال مني يعني انا كان نفسي اشتغل مع حضرتك. والله انا بحب حضرتك جدا وحتى المدام عندي في البيت بتحب حضرتك جدا وبشوفك في التلفزيون طول الوقت ولو عرفت ان انا قاعد قدام حضرتك كده وش لوش يعني هطير من الفرحه. والله انت باين عليك ولد طيب وابن ناس وخساره. لما تتعين ان شاء الله هنحلها. ماشي يا باشا تشوف سعادتك. ما تحرمش منك. انا كده كده برضه هسيب رقم تليفوني مع السكرتيره بره. لو حضرتك عوزت مشوار عوزت اي حاجه انا في الخدمه وتحت امرك. قول مجدي بس يا باشا. شكرا يا مجدي. ربنا يخليك يا باشا. سلام عليكم. ايوه. انزلي تحت شويه كده ديما. ايوه هنا. الله. بدي اطلع بره البيت. بدي اطلع. اطلعي تعملي ايه؟ هتشوفي ايه؟ هو في حاجه بره تنشاف؟ وبعدين ملوش لازمه بقى الخروج والدخول ده.
اي حاجه تعزيها خلي عم ابراهيم البواب يجيبها لك. طب خليني اطلع مع السواق تبعك هات شو اسمه هو بوصلني. السواق تبعي ده انا مشيته خلاص مش هيجي لك تاني، ده واد طماع وملاوع ولبط. اديني فرصه كده ابقى اشوف لك تاكسي غيره. عمل لي كتير لحالي بالبيت. ديما احنا اتفقنا على ايه؟ البيت الاولاني هو الاساس، وبعدين احنا هنضيع الليله في الرغي. يا راجل مش بتاع كلام، بتاع فعل. انا بتاع ايه؟ فعل. فوطه سخنه بقى اللي بيجي. انت حاسه بيه انا عارف، هتريحك خالص زي الحلاق اللي بيعملها لي على وشي لما بروح احلق. والله انا نسيت اخر مره رحت الحلاق كان امتى. انت ليه يا بنت سايباني مطول دقني كده؟ انت اكيد كبرت ولا ايه؟ مش طول عمرها 37؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ الرقده بتكبر الرجل ولا ايه؟ يلا مش مهم، نرمي جزمك القديمه كلها ونجيب لك جزم جديد. ازيك يا مجدي؟ اخبارك ايه؟ بقول لك ايه؟ هو الكافر ده المفروض يحصل له ايه؟ كافر؟ بيدخل النار. انا مش بتكلم يعني لما يموت ويطلع عند ربنا، انا بتكلم لو انت قابلت واحد كافر يعني هتعمل معاه ايه؟ هو انا هقابل الكافر فين يا مجدي؟ وانا بتحرك من هنا؟ يا اخي افرض افرض لو قابلت واحد كافر هتعمل معاه ايه؟ يعني هنصحه في الاول يعني، سمع سمع، ما سمعش يقابل بقى اللي هيحصل له. يعني يقابل دي يعني ايه؟ هتعمل له ايه؟ يا مجدي من راى منكم منكرا فليغيره بايه؟ بيده. وان لم يستطع فبلسانه. وان لم يستطع فبقلب. وذلك اضعف الايمان. يعني من الاخر يا مجدي عشان ما اطولش عليك، يا نحله لا تقرصيني ولا عايز عسل منك. نحله لازم. مجدي الناس دول مش سهل وما بيعرفوش الهزار، ممكن تزيك. يعني الخلاصة جلال محمود لازم يختفي من الوجود. إما يا أنا مجدي يا أنا فوق لنفسك وافهم بقى، دول 500,000 جنيه. عارف يعني إيه مبلغ زي ده؟ يعني تعمل بيه العملية لمراته. 500,000 جنيه يا ولد، فكر انت بقى هتقدر تعمل بيهم ايه ولا ايه؟ صلاة الأمانة اللي أنا واخدها منك هتفضل معايا لغاية ما تنفذ المطلوب. طيب أنا يعني برضو كنت عشمان في معاليك إن أنت أنا مش فضيلك، مش هقدر أتكلم معاك تاني. هو اللي عمل فيكي كده؟ ده حيوان. عادي اتعودت، انا بستاهل انا عملت في حالي هيك. ما بطيقه وحياة الله، ما بطيقه، ما بطيق اشوف شكله، ما بطيق شم ريحته. احيانا بسمع صوت نفسه بتوتر، بتعرف هذا الشعور؟ بكرهه بكرهه بكرهه.
عيام شوفه نايم قدامي بحس بدي موت. بس ما عاد في شيء نعمل. ايه يا ابراهيم فيه؟ صفوت بيه في مشكله في البيت التاني وضروري لازم تيجي. مشكله؟ ايوه. انت متاكد من الكلام اللي قلته لي ده يا عم ابراهيم؟ والله يا بيه انا شايفها بعينيا دول داخله جوه. ابراهيم بيقول ايه انت بتجيب ستات هنا؟ انا حر انت مالك؟ حر في عينك. اوعى اوعى يا قذر يا غطي يا بنت الكلب. صفوت اسمع. خلصي صفوت اسمع. بس بس اسمع يا اختي. لو سمحت ما اسمع يا ابي يا جاي. انا بخبطك يا ستات. لو سمحت ما اعملش 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 ما اعملش. ناس ما بتحبش الإسلام، مش عايزة الإسلام، مش عايز الشريعة بتاعت ربنا. لا وإيه؟ مش يتكسفوا على دمهم يقولوا الكلام ده في الدنيا؟ ده عيني عينك، عيني عينك كده يحاربوا الإسلام وشيوخه. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود لنزل عليهم بيد من حديد وطردهم شر طرد لكي يؤسس لدولة الإسلام. والله والله لو تركناهم لزادوا فيما يفعلون ولن تقوم دولة الإسلام أبدا. عايز تقيم دولة إسلام؟ يبقى تضرب بيد من حديد على اللي يستهين بيك بدينك. دينك دينك وإسلامك اللي أهم منك ومن بيتك ومن عيالك ومن الدنيا كلها. لا إله إلا الله.